أبنية مضيئة وتجارب فنية وأشكال من الضوء، هذه كلها يجمعها مهرجان لومينالا. يقام مهرجان الضوء في مدينة فرانكفورت كل عامين بالتوازي مع أضخم معرض في العالم لتقنية الإنارة والمباني. يمكن طوال 6 أيام الاستمتاع ب 182 عملا ضوئيا مبهرا. من الرائع في هذا الطقس الربيعي التنقل من مكان إلى آخر ومشاهدة تشكيلات ضوئية بدلا من مراقبة النجوم. يمكن التعبير عن أشياء كثيرة ومختلفة باستخدام الضوء، هذا يفتح الخيال في اتجاهات كثيرة. مختبر ضخم للتجارب الضوئية يجسد قراصنة الزمان والمكان الناحية التجريبية على نحو لا شبيه له هذه السنة، ويضم الفريق الفني من كولونيا موريتس إليغيش وتوبياس ديمغن ويان إيلن، وهم يعملون معنا منذ 2007. بدأنا بالاهتمام بأدوات وأجهزة الإسقاط القديمة، وبدأنا في تفكيكها وإعادة تركيبها، ثم اكتشفنا حبنا للتجهيزات والأدوات البصرية. لا يوظف الفريق أفكارا جاهزة، أعمالهم تنشأ في الموقع كما في كنيسة فايس فراون كيرشة في مدينة فرانكفورت. نحن نستخدم قطع وصل ومواد مخبرية ومواد مصنوعة بشكل كتل يسهل تركيبها. يتيح هذا الأمر إمكانية تطوير التشكيلات والعناصر الفردية للمعدات في الموقع مباشرة، وبالتالي تكييفها بما يناسب المكان. تتألف تجهيزات الفنانين الثلاثة من مزيج من الأنظمة البصرية والصوتية، واللقى هي المادة الأولية في الإسقاطات الضوئية. الحقائب التي ننقل فيها جميع الأغراض والتجهيزات نستخدمها بالطبع كجزء من التشكيلات باعتبار أننا نعمل في الخارج. لديهم حالياً تشكيلات صغيرة بحيث يمكن وضعها في حقيبة واحدة، وهذا أمر عملي لزيارة المهرجانات خارج ألمانيا. مشروع الفنانين الثلاثة لا ينتهي أبداً، أثناء مهرجان لومينالا يستمرون في تطوير تصاميمهم، وهذا يتوافق مع فكرة مؤسس المهرجان ومديره الفني هيلموت بين. نحن نعتمد على رقمنة الضوء. في السابق قام المرء بتشغيل وإطفاء الضوء، والمطلوب اليوم إبداع مشاهد كاملة، ولذا نحن نهتم بالفنانين القادرين على تقديم عروض متميزة باستخدام الضوء. التشكيلات الضوئية متنوعة في مهرجان هذه السنة. مثلا تسقط على أحد الأبنية العالية لعبة ظلال. هنا يروي الممثل يوليان بوتون حكاية صغيرة، الزوار مدعوون للمشاركة أيضا. الضوء يتكون من آلاف الألوان، وهذا ما يبينه التشكيل توينكل توينكل وسط ناطحات السحاب في فرانكفورت. مئات القضبان من الزجاج تحول الضوء إلى طيف من الألوان. زوار مهرجان لومينالا لا يشاهدون فناً فحسب، بل يتعرفون على الابتكارات التقنية أيضاً. نحن نهتم كثيراً في الوقت الحالي بتقنية الإضاءة والليزر، والسبب هو أن هذه الأجهزة تستهلك كهرباء أقل باستمرار وتصبح أصغر حجماً، ولذا فهي مثيرة للاهتمام لنا لنقوم بأنفسنا بإجراء تجارب وابتكار الأجهزة وتركيبها. وسواء كانت التقنية قديمة أم حديثة، فإن الأجمل هو التلاعب بالضوء والظلال.